الشعب يلي مل من المطالب الاجتماعية والبيئية بحاجة لمساحة من الفرح والحياة. يوم السبت بيروت كانت مع حدث جمع الرياضة مع الإنسانية. أكثر من 120 امرأة من 15 دولة جالوا بدرجاتهم الهوائية بشوارع العاصمة. من مجمع البيال انطلقوا ضمن حملة بادل فور بيس، هالحملة يلي بتهدف لدعم السلام بالشرق الأوسط. هالحدث نظمته شركة بيروت باي بايك، وخلينا نتابع سوا كل التفاصيل بهالتقرير. قطعنا مسافات كثير كبيرة من طرابلس لوسط لبنان للجنوب، وكانت رحلة شيقة جدا جدا. لبنان كثير حلو آمن، المناطق اللي رحنا عليها كل حدا عنده الكلتشر تبعته، فقد ايه يعني كنت حس كل منطقة بحس حالي بدخل على دولة جديدة. Wonderful to be around so many positive and beautiful people. I love Lebanon. سيدة من كافة أنحاء العالم تحدوا الخوف والتحذيرات وأتوا إلى لبنان حاملين رسالة سلام ومغادرين بصورة جديدة عن هالبلد لرغم مشاكله بيبقى أرض خصبة للتعايش والحياة. 8 أيام واليوم الختام لحملة بادل فور بيس، هالنشاط اللي نظم من قبل شركة بيروت باي بايك واللي دعا نساء من 16 بلد أجنبي وعربي لزيارة لبنان والتجول على الدراجات الهوائية. Before we came here that was in the media that it's not safe, it was bombing, it was attacked by Israel, but we came here and we've done cycling and it was great. We've met so many different people and just seen such beautiful scenery. Talking with them, chatting, you know, exchanging opinions on different subjects. It was like one of the best experiences I've had so far. The Lebanon is beautiful and the ride was, it was really a great thing to be a part of. على البسكليت مش سيارة مصفحة، نساء مش رجال. مسج لكل الدول اللي عاملة حظر على لبنان انه هذا لبنان، لبنان السلام، هذا لبنان سيف، اقتصاده بده مساعدة، سياحته بدها مساعدة. نشاط صار بارم كل لبنان، عم بجمع، عم يعمل، عم بمد جسور بين كل الضياع اللبنانية وبين لبنان وكل العالم. يسلم لنا لبنان من الأمانينا، من غفوة الوديان الصح وترابينا. يسلم لنا لبنان من الأمانينا، من غفوة الوديان الصح وترابينا. على مدى أسبوع جال النساء لبنان بكافة مناطقه على الدراجات الهوائية، حملوا الصورة الجميلة عن لبنان بطبيعته وشعبه. فكان المشوار الأخير من واجهة بيروت البحرية إلى البربور. هالنشاط أتى بالتعاون مع منظمة Follow the Woman بالشراكة مع بيروتيات ومؤسسة مخزومة، لاختتم هالنشاط بزيارة لمبناها للتعرف على أهم نشاطاتها وأهدافها. صوري أنت عندك 120 سنة من كل بلاد العالم جاي تقول لبنان فيك تنقل فيه بكل محافظاته بكل اغذيته، فيك توري على الطريق، وبالاخر كل العالم بيحبوا ويجربوا بالاخر يعطوا الصوره الصح. والبرمه بالبسكليتات بتخليهم يشوفوا البلد اكثر، بتخليهم يوقفوا على محطات اكثر ويشوفوا الشعب اكثر. مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا، مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا، لبنانينا الغالي عم حب دربينا، عم حب دربينا. يسلم لنا لبنان جنة أمانينا.
لازم يخافوا، لانه الميديا اشي ولما تيجي على لبنان بتشوف اشي، بتشوف التعايش، بتشوف مسلم ومسيحي، ما بتشوف الحرب اللي بيعملوها، الحرب الدينيه او الطائفيه او هي. برمنا بلبنان على كل المناطق، كل الاحزاب، كل الاديان، حتى انا في مناطق حسيت حالي انه انا تورست ببلدي. هذا الشعور لحاله انه هنا يحسوا بالامان وهن بلبنان بنعكس لبرا. I hope that later when we go home we take with us this message.